عاصفة ضافرة خصوصاً رجيمي مو عاصفة لا يلا هلا ويضل طقس ضافرك أنا حتى عبر السكاي. أنت ليش عم تقول لرامة هذاك اليوم إنه راح البيت وما راح البيت؟ إذا ليش لحتى يروح؟ لا عم بقول له يعني بجوز ما نرجع يعني مشان الواحد يقدر ما في حاجة. ما مو للأبد مو للأبد الشغلة الواحد بيرجع شو فلسطين شايفها كله بيته وما له شغلة هون شو؟ لا تعدي تزعلي على البيت كله بيت يعني ما له شغلة هون يعني أنت قارنية لو كنت أنا بالبيت وصار له شيء مثلا وصار له شيء كنت عم تزعلي يصير أوه بيضل الحيطان يعني بيرجع بيترك بيحط كنبايات جداد كنت عارف شو مالك انت عمر انا ساكنه بهذا البيت شو مفكرني مثلكم انتو ما فارق معك شيء انا فارق معي والله زعلان بس يعني خلاص هلا بسترجع بيروت بتنسي انت اعملي مثل ما بساوي قارني ذكرى قديمه بذكرى قديمه اكثر عم بتصير الذكرى القديمه العاديه اقل هيك بتبطلي تفكري فيها بتعملي لي ملوخيه ناعمه حراره بصبعك منين جبتوا الملوخيه؟ ان شاء الله عم تبكي لا عم تبكي ولا عم تبطل خليها قاعده منين تبكي شوي كان لون البني المرايه وفيها كان ست جوارير عجبنا في كلها كانت أدوات تجميل بارفان ميك اب كله هيك شغلات يعني كثير كنت حبها لمرايتي لأني ضل أكثر وقتي عليها أول ما فيك كنت أقعد عليها لا مراية هيك ممكن أحيانا إذا ما لقيت على شقفة مراية هيك صغيرة أقعد أطلع حالي بس إنه بشتهي إنه وقف على المراية شوف شكلي كيف يعني كانت مثلا إنه مرايتي بالبيت في مراية بشوفي كل جسمك فيها مثلا طولك كيف لابسة مثلا وأنتي طالعة هون بشتهي إنه أطلع إنه عارف حالي شو كيف طالع موديلي مثلا لا ما في أخذت كيس الأغراض ونزلت وظليت ماشي وصلت لبداية المخيم فلما أنا وعم بقرب وعم بحس بالورطة إنه هلأ ما عاد فيك ترجع ماشي بروح برجع يعني إذا رجعنا على درعا أنا بالنسبة إلي فقدت من عائلتي خمسة شو بدي أرجع هلأ؟ أنا سهر خسرت بيتي بس هو بعده بقلبي لا ضل بيت ولا ضل شيء أول كنت لما تبعدي عن حدا بتحبيه تتأزمي فهلأ صار إنه يعني من كتر الألم يمكن كتير أشياء كانت تتأثر فيكي هلأ بتحسي إنه صرت تحسيها عادي يعني ما بدك تفكري فيها بتحسي بمصيبة أنا بحسها مصيبة هاي جبتها معي لأنه عزيزة علي الصوف اللي فيها من غنمات جدي بسمخ طلعناها بال48 وأنا طلعتها معي لهون رديت فرشتي هاي فرشتي أنا هاي فرشة عرسي إنه أنا خلقت لاجئ أوكي بس إني اختار كون لاجئ مرة تانية هذا قرار صعب شوي يعني ما كتير أنا عندي الجرأة لأختاره أو أخذه لهذا القرار مرتين صعبة